يا جبال ألف مد طبيعة حرف تان يا جبال يا جبال لا ألف مد طبيعة حرف تان لا يا لا يا خ لا يا خ ألف مد طبيعة حرف تان لا يا خاف لا يا خاف بدي بدي يا أمد طبيعة حرف تان بدي بدي عمي عمي يا أمد طبيعة وبنينا وبنينا مني مني يا أمد طبيعة حرف تان منيبي منيبي يا أمد طبيعة حرف تان مني منيبينا منيبينا حاء ألف مد طبيعي حرف تان حافظ 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 يا أمد طبيعي حرف تان حافظينا حافظينا سا ألف مد طبيعي حرف تان ساجد 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 يا أمد طبيعي حرف تان ساجدينا ساجدينا أسا أسا ألف مد طبيعي حرف تان أساطي أساطي يا أمد طبيعي حرف تان أساطير أساطير وغ وغر وغر ألف مد طبيعي حرف تان وغرابي وغرابي يا أمد طبيعي حرف تان وغرابي وغرابي واو مد طبيعي حرف تان أوري أوري يا أوري فا فاق فاق فاقر واو مد طبيعي حرف تان فاقروها 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 يا ألف مد طبيعي حرف تان فاقروها يدي يدي يا أمد طبيعي حرف تان يدين يدين واو مد طبيعي حرف تان يدينون يدينون يو واو مد طبيعي حرف تان يوفي يوفض يوفض واو مد طبيعي حرف تان يوفضون يوفضون ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر مالك يا رجل الرجال قوامون على النساء بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس عشر تدريبات على الشدة والسكون مع المد ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال لام فتحتين لن ضالا دال فتحة ألف مد دابة حا فتحة ألف مد جيم شدة حاد جيم فتحة جا حاجة كاف فتحة كا حاجك حاجوك لام فتحة لام ضال فتحة ألف مد لام شدة ضال لام ضمة واو سكون لو لضال نون فتحة نا وللضالون وللضالين حمزة فتحة أتهاجوني ولا تحا ولا تحاضون واو فتحة صاد شدة وص صاد فتحة ألف مد فاس فشدة صاف فا فتحة ألف صغيرة فا ولا الصا والصافا تا كسرتي والصافات جاءت الطا جاءت
الكبرى. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليه وعليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا اقرا تفضل يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم لا حسن. الآن بشرى ويسرى وجواسوس سويدا بشرى ويسرى وقر هؤلاء الجد أعوذ من الإسلام هو الدين الذي بعث الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بداية الناس وصانة الدين. كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام 5.
شهادة أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الثاني إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع صوم رمضان. الخامس حج البيت. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. بارك الله فيكم. الآن سنستمع كلمة الشكر مع أستاذ أبناء مدرسة نور الرشد رجب علي صالح، فليتفضل أمام المشكور. الحمد لله رب العالمين وعلى سيد المرسلين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الحفل المملكة المغربية، مملكة المغرب، السيد إدريس علوي حفظه الله ورعاه، مشايخي وإخواني وأخواتي، بعد التحية والحمد لله والصلوة أنابة عن نفسي، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني معلمي المدارس القرآنية بدولة جزر القمر، نقدم شكرنا وتقديرنا إلى دولة مملكة المغرب العربي ملكا وشعبا، وبأخص الشكر إلى القائم بأعمال سفارة دولة المغرب جزر القمر السيد إدريس علوي حفظه الله بمجهوده الجبار الذي يقوم بها في هذه الدولة لأجل الأصالة الدينية التي تربط بين دولة جزر القمر والمغرب العربي، المملكة المغربية. كذلك ندعو لهذه المؤسسة النبيلة، مؤسسة محمد السادس، وكافة الشعب المغرب أن يدعموا جهودهم بهذه المدارس
على أساسها أنه هو الأصالة الروحية التي تربط بين المجتمع المسلم في أرجاء المعمورة. أيها الحفل الكريم، اسمحوا لي فإن المقام ليس بمقام الدول، فوقفت هنا لأعبر ما في نفسي من هذه الفرحة التي تنير عقول أبناء هذا البلد الطيب، والذي يقوم بتقديم شكري إلى هذه المؤسسة النبيلة وما يقوم به في هذه الدولة، ونرجو المزيد بمثل هذه الأمور الطيبة ليعم أبناء العالم بأجمعه. أخيرا أقدم شكري على كل من شارك وساهم في إنجاح هذه المهمة الطيبة العلمية التي تربط بين الجيل والأخرى. أقول ما تسمعون، وأرجو المعذرة فيما درج عن لساني، إن أخطأت فمني وإن أصبت فمن الله، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محسن عبد الله. من مدرسة النور الرشد. Thank you.